مرحبا اصدقائي، معكم ياسين جيمر. رجعت لكم مقطع جديد. بهذا المقطع جبت لكم لعبه يوتوبيا بعد غياب طويل. مثل ما كنتم شايفين نزلت هلا اللعبه ورجعت كمان. يعني انا شالوا لي شخصيتي القديمه بس كان لي شوي ما اشتغل فيها. مثل ما كنتم شايفين عملت شخصيه جديده واسم جديد، وكمان جبت وحوش نادره. وكمان يا صديقي هلا بدنا نشوف نحن شو المتغير باللعبه يا ترى. قالوا انه ضافوا عالم معي وشفت الخلفيه هيك متغيره. يعني هلا بدنا نشوف الخريطه. وكان ليفلي انا عالي فيها، ما بعرف اذا زادوا الليفل لسه. كان بتوقع ماكس الليفل هو 69 او هيك شيء، وكان انا يعني الليفل تبعي 60 بهي الشخصيه الجديده اللي عملتها لانه شخصيتي القديمه راحت. فبنشوف هلا نحن شو التغييرات صارت على اللعبه. مثل ما كنتم شايفين رسوماتها كثير حلوه مثل عادي. يعني اللي بنعرفه عن هذه اللعبه، وانا نزلت من قبل عنا بالقناه، رح اقترح لكم الفيديوهات تبعيتها عمدا هذا الفيديو. يعني بقترح لك يا صديقي فيديو عاد بتضل مكفر شي دقيقة بيطلع لك فوق كمان فيديو تاني للعبة. فأنا هيك أحسن طريقة مشانك أنت مشان تستمتع. فمثل ما أنك شايف يعني مناظرين فخمة بصراحة. وهوني المتجر، انا غيرت يعني الشغلات اللي كنت مبيعها هذيك المرة. هلق انا يا اساطير سكرت الهدف اللي كان بدي اعمله. يعني قبل انا ما بطل شوي لعب بهاي الشخصية، يعني انا وقت اعتزلت هيك للعبة لفترة قصيرة بس هلا رجعت. انا مثل ما كنت شايفين كان عندي هذا الوحش اللي هو الكريستال تايجر، فبسمه فيرست سيتي انا، واسمي فيرست فولن اول هابطين يعني، فاسماء مراجلية كلها. وهذا يا صديق النمر هو ناتج دمج، فانت هذا النمر كمان بدك تدمجه مع روك فاير سابرتوس اللي هو كمان وحش تاني اللي يطلع لك وحش اقوى. والوحش هذا اللي بده يطلع لك بدك تدمجه مع كمان الكينج روك فاير سابرتوس. يعني العمليه معقده بس بالاخير بيطلع معك انت وحش كتير قوي، وبيسموه بظن النمر المتجمد او هيك شيء. فيعني هذا بيكون وحش كتير قوي، وهذا اقوى وحش باللعبه بتوقع حاليا. فانت صديقي اذا كمان بيطلع لك التطويرات تبعته، يعني لازم تختار نوعيات قوية كثير من هاي الوحوش لدمجها سوا ويطلع لك شيء ممتاز. عرفت كيف؟ وانت فيك تطوره وتستعمله. هوني هلا ببين المعلومات. مثل ما انك شفت 3300 قوة الهجوم 1660. ان انا لازم ادمجه مع سبرتو سعادة مثل ما انك شايف، مثل هذا يعني هيك شيء تقريبا، يعني 3162 يكون الدم فوق 3100. عرفت كيف؟ والضربة هو لازم تكون يعني فوق ال 1550، بس كونه هون الدم انا عندي اقوى من 3100 بكثير يعني، فانا ممكن استعاض عن هالشيء بالدم، فبيطلع يعني الوحش المناسب معي كويس كثير. فمثل ما انك شايف فعلا يعني انت لازم تنتبه لهالشغلات، ممكن تدمج انت وبالنهاية ما يطلع معك الشيء اللي كان بدك اياه. فانا يعني هلا بدي احاول اذا بلاقي نوعية احسن من السبرتوس فانا فورا بجيبي، لانه انا كنت ما استاذن كمان. كل وحش له اكله الخاص بهاللعبة، وهي الشيء الحلو بالموضوع. عندك انت كمان شغلات صحية فيك تعملها هوني. يعني انا بذكر كيف كنت اعمل الحجر الناري هذا وجيب هدون تبوت الكهرباء، وسألوني كتير عالم هذيك المرة بالتعليقات عني انه كيف انت بتجيبني ياسين وهيك. والطريقة كتير سهلة يا غوالي، هلا بنعلمكم اياها للأبي عرفها. مثل ما انك شايف يا صديقي هوني عندك حجرة السيلفر، او اذا كان في كمان حجرة جولد نفس الشيء، يعني اثنين كويسات. فانت هون لازم تعمل بالختم تبع العصاي هيك شكل مثل اللهب. عرفت كيف؟ مشان يطلع معك التأثير الناري. خلونا نجرب نعمله هيك مثل النار. لا بعرف شو هذا طلع معي. والله بعرف شو ما ارسم هيك. خير انا اصدقاء، مثل ما كنت شايفين طلع معي التأثير عتمة الدنيا يعني، وانا قاعد محاول وهيك مثل النار يا صديقي. ماني متعود على الرسم بهذا الموبايل او اللمس، حتى احسه مو زبط. كبروا لي كثير اياها بالاول ما عرفت استحكم. فمثل ما انك شايف يا صديقي انت لازم ترسم هذا الشكل وتعين هيك بالعصاية على الحجره وتضربها ضربي، فهي بالتالي بتتحول للحجره الناريه هي اللي مثل ما انك شايف النت عندها بدقر. فانت هذه الحجره بتاخذها وبتكسرها، فبيطلع معك انت الحجر اللي بدك اياه اللي هو الكهرباء
لانت بجيب لك كهرباء على بيتك. يعني اذا كان عندك قبيلة كمان ممكن تتبرع لاحجار الكهرباء فيها ويجيب لك الكهرباء. يعني مرة كمان بذكر في متابع سألتني هالسؤال وكثير عالم كمان سألوني هالسؤال، رح حط انا التعليقات يعني هون هلا يا صديقي امامك، هي كثير لفيديو قديم عرفتكي، بس انا يعني هي الشغلات كلها وقتها كنت بالشيء متارك اللعبة، بس جاوبتين عنا كمان، بس ما كان في تطبيق عمل للشيء مثل هلا يعني. فمثل ما انك شايف شيء كثير سهل، وانت هلا يا صديقي ما عليك الا انه تضرب اي حجرة بتلاقيها وعاد تكسرها، وخلي الوحش اللي انت بدك اياه معك دائما مشان يتلفل معك، لانه الاكس بي بيجي له لك مو بس لك لحالك. فانت مثلا بدك تطور هذا الكريستال تايجر على ليفل اعلى ومستوى اعلى، فانت بتطوره وبتخليه معك بينما انت متكسر، فبالتالي هو بيكتسب خبرة مثل الخبرة اللي انت متكسبه. هاي الشيء لازم كتير يا صديقي تستغله، لان انت كل رحلة بتروحها لازم يكون معك الوحش اللي بدك اياه واللي بدك تطوره. وهذا الحجر الاحمر كمان انت ممكن تروح على المتجر اللي هو هون موقع مثل ما انك شايف هون صاير، يعني تقريبا هوني قريب كتير علي هو صار وراي فعاجهتي هذه. فانت لما بتروح على المتجر هذاكي تقريبا عند هذاك البرج فيك انت تبيع هذا الحجر الاحمر يا صديقي اذا بدك تستعمله، ويعني فيك كمان تبيعه باسعار غالية كتير مثل ما انك شايف هلا الوحش تبعي تلفل وزاد ليفلو. فانت هيك لازم تعمل حتى لما بتضرب الحجرة بتأثر النار هذا، فبالتالي بتاخد اكس بي، لما بتكسره بتاخد اكس بي كمان او خبرة يعني اذا ما بتعرف شو الاسم معناه. فمثل ما انك شايف اوف هذا الشخصية مزنطرة طبيعتي، انا كنت معمله تياب بسكر بس نسيت، انا والله مهتم بهي الشغلات الاهم هلا واللي هي دمج الوحوش وهيكي. فيا صديقي انت لازم تنتبه على هاي الشغلات. اذا عندكم اي استفسارات اكتبوا لي اياها بالتعليقات، بذكر في كتير متابعين لهي اللعبة كتبوا لي وقتها، فبتكون اي موضوع بنزله حتى انا بعمل مواضيع في كتير مواضيع بهي اللعبة. مثل ما انك شايف يا صديقي هي ارض مفتوحة وعندك انت شخصيتك باللعبة بقى، يعني انت متحكم وفيك تعمل بدك اياه فيها، وهي لعبة كتير حلوة بصراحة. وهي فيديو العودي اليه للعبة، وان شاء الله بنزل لسه عنها اكتر اذا لاقت اعجاب من المتابعين. كمان مثل ما كن شايفين جبت هذا السور النادر الابيض والاشقر هذا، واذا بدكم كمان قلكم طريقة انه تحصلوا اكتبوا لي كمان بالتعليقات، هو كتير نادر. وهو طريقة ما بدي شرح، بس انه تقتل انت كل السيران اللي بتلاقين وتصاقم بعصاي عاد تقتلين بالاخير، فبيطلع لك انت وحظك، يعني ممكن يطلع لك ممكن ما يطلع لك، يعذبك كتير لا يطلع لك. فانا كتير قتلت سيران لحتى تطلع لي يعني. واذا بدكم تطبيق عملي للشغلة كمان قلوا لي بالتعليقات، بس عندي هذا اللي بيطير هذا بحبه اكتر، يعني الشيء هيك بيحلق فوق الجو فميزة حلوة كتير. وبس يا اصدقائك بكون صلى لنهاية الفيديو، مثل ما كنت شايفين هاي كان فيديو العودي للعبة يوتوبيا. اذا سبكم نزل عن هاللعبة قلوا لي بالتعليقات. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبكم الفيديو حطونا لايك اشتركوا بالقناة، كمان لا تنسوا فعل زر الجرس. كان معكم ياسين جيمر، مع السلامة.